رحلة الطبيعة والبادية التي تندرج في إطار البرنامج الإقليمي لأسا زاك 2018-2022 ومبادرة أسا مدينة مستدامة في أفق 2030 يسعى للترويج لمؤهلات الإقليم السياحية والإيكولوجية والتعريف بمساراتها. في هذا الإطار نظمت ندوة أثثت للبرنامج بحضور خبراء مغاربة وإسبان بحثت سبل تحقيق هذه الغاية. حافظ محضار سناء بناوي ودحمان بعيريس. آليات وسبل الترويج للمقومات السياحية بإقليم أسا الزاغ شكلت موضوعاً تداول بشأنه المتدخلون في المنظومة التنموية بإقليم أسا الزاغ بحضور خبراء ومهتمين في القطاع السياحي مغاربة وإسبان خلال هذا اللقاء الدراسي الذي بسط من خلاله متدخلون استراتيجية تحقيق الإقلاع بالمقومات السياحية. هذا الملتقى كيهدف أنه نحقق جميع واحد النظرة استراتيجية لتنمية السياحة بالإقليم. هذه النظرة الاستراتيجية تعمل على طريق دراسة مكثفة تعمل الجامعات المغربية اللي هي جامعة المنزور وجامعة لاس بالماس وجامعة تيزي باليار مع المجلس الإقليمي ومع المنتخبون ومع المتخصصين في ميدان السياحة بالإقليم اللي إن شاء الله غتعطي واحد الدفعة اللي يمكن أنه تكون أسا الزاك كوجهة سياحية متميزة. النشاط السياحي قطاع مهم وقد يكون من أهم الأنشطة في الاقتصاد، لا تنحصر فائدته على الوجهة السياحية وإنما تتعدى إلى أبعد من ذلك، وهذا يستلزم تدخل جميع القطاعات المتدخلة في المجال السياحي والساكنة أيضا حتى تكون الوجهة السياحية ناجحة. realmente un destino turístico tenga éxito. اللقاء أبرز بعض التجارب القائمة والتي حققت نتائج مهمة في تنمية المؤهلات الطبيعية والسياحية. لقاء يترجم إرادة القائمين على الشأن التنموي بالإقليم لبلورة رؤية واضحة المعالم تمكن من تحديد أساسيات النهوض بالمقومات السياحية. لقاء حول تنمية القطاع السياحي بالإقليم، والهدف من ذلك هو أن يكون القطاع السياحي من الروافد المهمة للتنمية بشكل عام، وذلك لخلق فرص الشغل وكذلك كيفية يعني استغلال المؤهلات سواء الطبيعية أو الثقافية من حول الموروث المادي ولا مادي وصياغة كل ذلك في المنتجات السياحية. تداول هذا النقاش مجموعة من الآفاق و سبل النهوض بالسياحة الإيكولوجية بإقليم أسا الزاك، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي كان هدف منها هو إبراز مؤهلات إقليم، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع المستقبلية للنهوض بالسياحة على صعيد إقليم أسا الزاك. زخم من المؤهلات السياحية منها والطبيعية تميز إقليم أسا الزاك تنوع وغنى يشكل أساس رؤية استراتيجية تحاول الدوائر المحلية استثمارها في برامج تنموية واعدة تتأسس على هذه المؤهلات التي تعد رافدا من روافد التنمية بالمنطقة.